مرحبا، أكلتنا اليوم كبي موصلي، وهي من أشهر أكلات الموصل على طريقة الوالدة. طريقتها سهلة كثير وطيبة بنفس الوقت، وأتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. راح نعمل نوعين كبب بهذا الفيديو، كبب صغار وكبب حجم وسط على طلب المتابعين، وطريقتهم سهلة كثير وما تكلف. وإذا تحبون تغشعون فيديو كبي بحجم كبير، رابط الكبي بصندوق الوصف. وإذا كنت مجداد على القناة، اعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. نحتاج للحشية 4 معالق أكل زيت، وكيلو إلا ربع لحم مثوم، وملح حسب الحاجة، ونقلبه. ومن ينشف ماي اللحم نضيف نص معلقة كوب فلفل أسود ونقلبه، ونضيف 6 بصلات حجم وسط، بصل أحمر مثوم ناعم، ونقلبه. ومن تستوي نطفي النار. وإذا تعملون حجم وسط لا تخلون كغافس، أنا شلت حشية على قد 3 كبب حجم وسط. وبعدين نضيف الكغافس ونقلبه ونتركه تبرد. نحتاج لعجينة الكبب 5 كواب جريش، وكوب ونص نعمة البرغل، ونص معلقة أكل ملح، ونخلطهم. وبالبداية نضيف 3 أكواب ونص ماي ونغطيها ونتركها ربع ساعة. وبعد ربع ساعة أنا ضفتوا له نص كوب ماي، يعني كمية الماي اللي ضفتوها 4 أكواب. وتبقى كمية الماي حسب نوع الجريش، يمكن تحتاجون مثلي 4 أكواب ماي أو شوية أقل أو شوية أكثر. ونعجنه مباشرة ونشكله. للحجم الوسط نحتاج نايلون نمد العجينة عليها، وشوية ماي على النايلون ونمد العجينة، وشوية ماي على الطبقة الثانية من النايلون ونمده بشكل متساوي. وكل ما كانت العجينة رقيقة تكون أطيب. نرفع أول طبقة من النايلون وشوية ماي على غطاء الدست ونقطعه. ونكرر الخطوة ثاني مرة بنفس الطريقة. ونوزع الحشية بشكل متساوي. ونغطيها بالقطعة الثانية من العجينة. ونبدأ نخرج الهواء من الكبي، ونقفل حوافي الكبي بهذه الطريقة. وإذا تخزنون الكبب بالمجمدة لا تشيلون النايلون من فوقه، يبقى النايلون عليها وش وظهر وتخزنوها. وإذا ما تخزنوها بشوية ماي على إيدنا ونرفع طبقة النايلون، ونعمل الشكل الثاني على إيدنا. ندهن إيدنا بشوية زيت، وناخذ قطعة من العجينة ونفتحها على إيدنا بهذه الطريقة. وكل ما كانت رقيقة تكون أطيب.
ونحشيها ونحط القطعة الثانية. ونخرج الهواء منه ونقفل حوافي الكبي بهذه الطريقة ونكبكبه حتى هذول الطيقون تخزنوهم بالمجمدة، تحطوهم بصيني وتجمدوهم. وهاي الكبب قبل ما نسلقهم، نحتاج ماء مغلي لسلق الكبب ومعلقة كوب ملح. نقلب الكبة على ايدنا وننزلها بالماء ونغطي الدست. وبعد دقيقتين نشيل طبقة النايلون ونغطيها ونتركها 5 دقائق. ونطلع الكبة بهذه الطريقة، يعني مدة السلق 7 دقائق. ومن ينقص الماء نضيف ماء بعد، ونضيف ملح، ونغطي الدست ونتركه يغلي. ومن يغلي ننزل نص كمية الكبب ونغطي الدست. وبس يغلي الماي نحرك الكبب وننزل باقي الكبب حتى لا تلزق وتتفلش، ونحرك الكبب مرتين حتى لا تلزق، ونغطيهم ونتركهم 10 دقائق تستوي ونطلعهم. أنا دستي كان شوية صغير، انكسرت عندي كبي، أنت مسلقوها بدست أكبر أحسن. وهذه الكبب بعد ما سلقناهم، أما تاكلوهم مسلوقين أو تقلوهم، أنا راح أقلي قسم منهم. نحتاج زيت للقلي وننزل الكبي بالزيت ونقليها. ومن تستوي نطلعها بهذه الطريقة ونصفيها من الزيت. وهذه الكبة بعد ما قليناها هم تطلع كثير طيبة من تنقلي. وهذا كان فيديو اليوم كبة الموصل على طريقة الوالدة، طريقتها سهلة ومضبوطة، وأتمنى تجربوها. وإذا كان عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات أجاوبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف، وألف عافية.